في المحاضرة دي إن شاء الله هنتكلم أو هنتكلم على شوية قشور بس كده من الأرنولد شيدرز، لأن أو النود إديتور بمعنى أصح، لأن موضوع الشيدرز محتاج محاضرة 2 3 4 لوحده. زي ما قلت في أرنولد، أنت كل اللي أنت بتركز عليه حاجتين: إنك أنت تشيل النويز بالسامبلز، أو إنك أنت وإنك أنت تشتغل في الماتيريالز او الشيدرز. تعالوا نلغي الستاندرد شيدر بتاع سينما، وقبل ما هعمل دي هروح للارنولد لايتس وهحط المره دي سكاي دوم. سكاي دوم عشان يديني الفيل لايت. دايما اما تشتغل وانت بتعمل اضاءه، الكلام ده مش في الارنولد، الكلام ده في اي حته، وانت بتعمل اضاءه ما تخليش الكونسنتريشن بتاعك على اللايتس بتاعتك وبس، لا لازم يبقى عندك فيل لايت في السين عشان تقدر تاخد الرياليتي اللي انت عايزها. استحاله ان انا هكون معتمد على ادي كواد لايت، كواد لايت 2، حتى لو احط كمان 3 4 مستحيل هيديني الرياليستيك لايت الا لو في فيل لايت. الفيل لايت بيبقى اما اتش دي ار اي، على خلي بالكم انا بتكلم على حسب الريندر انجن، اما اتش دي ار اي، اما سكاي دوم، اما فيزيكال سكاي. ده الفيل لايت. في ناس بتعمل فيك للفيل لايت ان هو بيحط اي لايت عادي وبيخليه امبيانت لايت، وات ايفر الطريقه اللي انت هتشتغل بيها، المهم يبقى في عندك فيل لايت في السين بتاعتك، وما بيكونش انتنسيتيف قوي، ما بيكونش الانتنس بتاعته عاليه قوي، لان لو عاليه قوي هيعمل بلو اوت زي ما احنا شايفين. الانتنسيتي بتاعت اللايت ده بتبقى قليله شويه، يعني بتبقى اقل شويه من اللايتس الاساسيه. ليه؟ لان الهدف من اللايتس دي انها تعمل بوب اب للبرودكت، يعني بتظهر البرودكت قوي خلاص. لكن الفرق الهدف من السكاي دوم لايت او الهدف من الفيل لايت ان هو بيعمل فيل للمناطق اللي مش واصل لها بقى الضوء ده. في حاله زي بتاعتنا انا ممكن اخف الاكسبوجر ده لاربعة، وممكن اخف الاكسبوجر ده كمان لاربعة، وممكن اروح للسكاي دوم لايت وارجع الانتنسيتي بواحد، وبالمنظر ده انا مش هخسر السين بتاعتي، ولو رفعت الاكسبوجر لواحد هضيع الدنيا، ممكن الاكسبوجر ده يبقى 0.3 بحيث يبقى فيه كونتراست في الاضاءه. زي ما احنا شايفين الاي بي ار ما شاء الله بيشتغل من غير مشاكل، مع اني رافع السامبلز بتاعت اللايتس دي لاربعه سامبل ودي لاربعه سامبل، تمام. فطبعا كتير، وفي نفس الوقت السكيل 100%، لو عملت السكيل 50% وعملت زومينج الدنيا هتمشي زي الفل. اللعبه دي حلو قوي، موضوع السكيل على حساب الزوم على حساب السكيل. كالعاده لو رحنا للسكاي دوم لايت رفعنا السامبلز لاربعه، وهاخد دول هنزل السامبلز بتاعتهم لاثنين، تمام، هلاقيه بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. زي ما قلت انت الجوب بتاعتك جوه الارنولد الحاجتين اللايتس او السامبلز والتكتشرنج. نرجع للدوم لايت ونتكلم عليها شويه. لو رحنا هنا لللايت، طبعا لايت كواد لايت مش عارف ايه، للدوم لايت عندي هنا اللايت سكاي دوم لايت كالعاده زي ما قلنا، ده يعتبر بريسيت اكتر منه لايت. لكن في المين هنا عندي في الفاليو تايب، الفاليو تايب دي انا قلت من شويه ان في سبيشال تريانجل في الكالر هيجي في السكاي، هو ده. لما ننزل كده هنلاقي هنا فاليو تايب كونستانت كده، هو لايت عادي، لكن في عندي لينك، تمام، وطبعا ده لو اعتقد ده للايت تاني، تمام، وفي عندي تيكتشر. تيكتشر دي ال اتش دي ار اي، على ما افتكر كان عندي هنا الاي اس اي بي ال لايتس، كنت انا
نشرت من كتير، من حوالي بتاع سنتين او ثلاثة حاجة زي كده، من 3 سنين تقريبا، البلوجن ده اسمه SIBL، هو ده نازل لسينما، ده HDRI لودر، وكان الاستاذ محمد زقزوق كان عمل له محاضرة جميلة جدا وشرحه بالتفصيل. اعتقد لو كتبتوا محمد زقزوق بلس SIBL لايت اعتقد في جوجل هيجيلكوا المحاضرة بتاعته، كانت محاضرة كويسة جدا ومفصلة جدا في البلوجن ده، للأسف ما تسناش الوقت ليا ان انا اشرحه. في هنا شوية هيدرز انا كنت جايبها من على نفس الموقع، هاخد واحدة زي دي مثلا وقايل له اوبن. مش هشرح الفرق ليه انا باخد هيدر وما باخدش، طبعا هو ينفع تاخد جي بي جي مفيش مشكلة خالص، بس تبقى من فوق من الفور كي فيما فوق، وهتدي معاك اضاءة، لكن مع السبيشيال ريندررز اللي هم زي الفيراي زي الاي راي زي الارنولد زي الماكسويل وات ايفر الريندر هو ايه، الاتش دي ار اي بتفرق تماما عن الصوره العاديه. هقول له اوبن، هيقول لي هنا عايز تاخده كوبي، هقول له لا، اوتوماتيك بقت بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. طبعا واضح ان اللون الازرق طاغي قوي عليها. في الحاله دي انا هحط فوقها كلر كوركشن نود، راحت فين البتاعه دي، فلتر، تمام. هنخش جوه الفلتر، هنا بقى ارنولد ما قراش الشيدر بتاع سينما 4K، هنا ارنولد ما قراش الشيدر بتاع سينما 4K. طيب كنترول زد، هنخلينا زي ما احنا، تمام. انا هخش هنا، مش عارف في طريقه نتحايل عليه ولا مفيش. طب انا هقول له كلير وهحط لاير، جوه اللاير هحط نفس الايمج برضو ما قراش. طيب خير، خلونا نلود الايمج واحط الهيدر بتاعتي زي ما هي كده، او بصراحة بلاش اللي فيها زرقان دي، تمام. خلينا في دي تدي ناتج احسن، بس طبعا في الحاله دي انا ممكن ارفع بقى الانتنسيتي بتاعتي شويه مش شويات زي ما انا رفعت، تمام. خليها 1.5 واعتقد ان دول، خلي الانتنسيتي 5 عشان يبقى فيه جاي كده، وده 4.5 يبقى ده جاي كده. ده بالنسبه للسكاي دوم، السكاي دوم لايت مش هتكلم بقى فيه كتير لان خلاص احنا متهيألي جميل، ما عنديش بقى كلام تاني هقوله في دي. كده تبقى زي الفل. طيب نشوف الشيدرز او التكتشرز عشان اعملها، هروح لكرييت ومنها ارنولد. طبعا كل دي شيدرز، بس انا هشتغل على الستاندرد شيدر، هشتغل على الستاندرد شيدر، ومتهيألي الت دبليو هيدي الشورت كاتس بتاعت ارنولد. لو خدنا بالنا اول شورت كات كونفرت سي 4 دي ماتيريالز تو ارنولد ماتيريالز، ريبليس سي 4 دي ماتيريالز، كل الكلام ده اعتقد واضح قوي، تمام. لكن انا اللي يهمني الت مع دبليو وحرف الان عشان اجيب النتورك اديتور، ده بقى اللي فيه الماجيك كله. لو احنا جينا
عملنا كده تمام، وخلونا بقى نشتغل هنا كده. ده متقسم لثلاثة سيكشن، السيكشن ده بتاع الشيدرز، السيكشن ده بتاع النود اديتور، والسيكشن ده بتاع البروبرتيز بتاعت النودز. هنا في شيدرز كتير قوي قوي قوي، هنتكلم على اللي هنقدر عليه منه، لكن انا هنا عايز ستاندرد شيدر. ما تشغلش بالك انا هحفظ ده كله ازاي، انا كنت شاغل بالي بالموضوع ده، بس لقيت ان الدنيا كلها في الاخر شبه نظام اللايرز العاديه بتاع سينما 4 دي. يعني في الاخر انت هتحط الستاندرد شيدر ده هنا، لو خدت بالك ديفيوز سبيكولار ريفريكشن ريفراكشن كل الكلام ده اللي هو كان موجود في كان موجود في سينما 4 دي في الماتيريال العاديه. واحد يقول لي طب ايه ده وايه ده؟ بص هنا الستاندرد شيدر لو جيت ضغطت هنا في المين ادي الديفيوز وادي السبيكولار. طب هو مديك الكلام ده كله ليه؟ فاكرين لما احنا كنا بنعمل دبل كليك هنا كده، مش احنا كنا بنيجي في الكالر نحط هنا صوره فيرنيل كالر لاير صح؟ هي نفس الموضوع بالظبط، بس بدل ما هي هتمشي بنظام الليارات والكلام ده كله، لا هي هنا تمام هتمشي بنظام النودز. يعني انت تتخيل انك انت بتبني بتعمل من كذا نود لاير وتقوم راميها هنا عشان تكنترول مثلا الكالر بتاع الديفيوز تمام. هو ده المبدا اللي احنا هنمشي عليه. طيب ده كده الستاندرد. في حاجه مهمه جدا بقى عشان تبقوا انتوا عارفينها، ان يا ده يشتغل، لان 100% من البروسيسنج والكمبيوتنج رايح هنا. فانا هعمل لده بوز او مش بوز كمان، ده انا هطفيه خالص، دي هتشتغل. خلي بالك يا دي. المهم طبعا احنا هنا هنظبط الشيدر، هخليها هيوج، وممكن نروح على النوت، ممكن نروح على البلين، ممكن نروح على الراوند كيوب، الشيدر بول. انا بحب الشيدر بول دي جدا. سفير، سمول سفير، تورس. خلينا على الشيدر بول. جميل جميل حلو. بعد كده هنقصين الاخت دي لاعتقد هو نال 1، لا للنال. هناخد دي نحطها على النال، متاسف جدا هنحطها على النال. طبعا مفيش ابديت في الاي بي ار، لان زي ما احنا قلنا احنا شغلنا يا ده، فاحنا هنشغل كده تمام. طبعا ولا اي حاجه لان هي مفيش لون اساسا. هنفتح الديفيوز. في الديفيوز انا عندي الكالر، ممكن الكالر العربيه زي ما انا عايز، ممكن نخليها اللون ده اوكي تمام. هوقف حلو، نشيل. طبعا انا عملت اساين اعتقد غلط، تمام. واحد يقول لي الله ده مش باين. ما هي مش باين ليه؟ لان الستاندرد في هنا اوت بوت، لازم الاوت بوت ده يخرج للبيوتي ارنولد. هو هنا بيدي لك الثلاثه الرئيسيين، البيوتي ده طبعا الاساسي، ده الماتيريال اصلا. ديسبليسمنت لو احنا عايزين نعمل ديسبليسمنت، وعندي فيو بورت. احتجت حاجه ثاني؟ ده ان احتجت كليك هنا هتلاقي عندك كلر بروفايل وبول وكلر وماتريكس ونورمال وي 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 كتير قوي. خلاص احنا يهمنا البيوتي، خد دي بقى وديها على البيوتي اسود، قصدي باند تمام. حلو. في بقى حاجه كمان، ان انا هعمل دبل كيت من الماتيريال دي، كنترول ودراج، دبل كليك على الماتيريال دي. طبعا دبل كليك هيفتح لي ده، دبل كليك هيفتح ده. عشان يفتح في النتورك او النود نتورك اديتور، انا هفتح دي واخليها يعني الكالر بتاعها اكبر شويه، وهاخد دي واحطها على الاستوديو. وده اول درس نتعلمه واحنا شغالين، ما تقعدش تشتغل لايتنج وانت مش حاطط ماتيريال. زي ما انت شايف كل حساباتنا في اللايت راحت، ف
فانت عود نفسك على طول. وانا اتعمدت اعمل الحركه دي. الناس اللي حضرت معايا الكورس بتاع السينما 4 دي فور فيجوالز، وفي الكورس بتاع الماسترنج سينما 4 دي ماتيريالز، انا قلت الموضوع ده، بس المره دي اتعمدت اغلط فيه تاني وابدا من غيره عشان نشوف الفرق. اوعى حتى لو انت شغال سينما 4 دي، شغال ارنولد، شغال فيري، شغال ماكس، شغال مايا، وات ايفر البرنامج 3 دي اللي انت شغاله، اوعى تبدا تشتغل وتظبط اللايتس بتاعتك من غير درافت ماتيريال. اعمل اي ماتيريال باي لون وارميها، وبعدها ابدا اشتغل لايتنج. ليه؟ لان لو انت شغال من غير ماتيريالز مفيش لا لايت ابسوربشن ولا في لايت سكاتر. يعني ايه لايت ابسوربشن ويعني ايه لايت سكاتر؟ يعني مفيش عندك سطح بيمتص الضوء، ولا عندك سطح بيعمل نشر او سكاترنج للاضاءه، فبالتالي انت كل حساباتك في الاضاءه غلط. ليه؟ لان الموديل نفسه او اللون بتاع الموديل نفسه ما بيتفاعلش اساسا مع اللايت. لكن الماتيريال مجرد ما بتحط تيكتشر او ماتيريال او شيدر، يبدا هنا الفيزيكال بروبرتيز تشتغل، يبدا السكاترنج بتاع اللايت يشتغل، يبدا الابزوربشن بتاع اللايت يشتغل. كل الكلام ده ما بيشتغلش الا مع ماتيريال، الا مع تيكتشر. حط اي ماتيريال باي لون وابدا بعدها ظبط اضاءاتك زي ما انت عايز. كده حساباتنا في الاضاءات راحت في داهيه، تمام. فاحنا هنيجي هنا طبعا كل الكلام ده في التراوه. يعني احنا لو رحنا لو قفلنا ده، ادي المنظر بتاع اللايتس، تمام. لو عايزين نظبط اللايتس ممكن يبقى ده مثلا يوصل 50 ولا حاجه، تمام. والاكسبوجر ممكن يوصل 6. ده اعتقد ممكن يبقى 80، والاكسبوجر برضو 6. خلي بالك اي نعم الاكسبوجر 6 في الاثنين، بس فرق في الانتنسيتي. حلو. نيجي هنا خلي ده تمام، لا لسع قوي، خليه مثلا 7، وخلي ده 7 هو كمان. فاضل بعد كده الفيل لايت، دي اعتقد 1، تمام. والانتنسيتي وليكن 5، 10، 8 اعتقد مناسب. المهم ان احنا مش في حصه اضاءه او مش في محاضره اضاءه، المهم ان احنا عايزين حاجه نشوف بيها السين. نيجي هنا للستاندرد شيدر مره ثانيه. الويت اللي هو درجه تشبع باللون، كده مفيش لون، كده في لون. طبعا انا كده شغال على ماتيريال غلط، تمام. المفروض دي هنسميها ستوديو، انا عايز اشتغل على الماتيريال دي. لو ضغطت ميدل كليك هيفتح لك النود اديتور بتاع الماتيريال دي، تمام. هنيجي على الماتيريال دي، ميدل كليك هيفتح لي النود اديتور بتاع الماتيريال. هاجي هنا ممكن اخلي دي كولر بتاعها متغير، تمام، حاجة زي كده. تمام. ولو رحنا للروفنس، الروفنس اللي هو عدم انتظام اللون على السطح، يعني مفيش لون، مفيش كولر في الدنيا ثابت. لو احنا عملنا زوم وجينا رفعنا الروفنس زي ما انت شايف، في قاعدة عايز اقول لكم عليها. اما تيجي تجرب حاجة ولسه أول مرة بتجرب بروبرتي أو خاصية، ارفعها بهبل، فعلا ارفعها بهبل، شوف هي بتعمل ايه، وبعد كده ابدا شوف القيمه اللي انت عايزها. يعني انا لو كنت رفعت الروفنس دي مثلا كده انا مش شايف حاجه، هي غمقت وخلاص، لكن لو رفعتها كده قفلت، تمام. فلازم يبقى في نسبه روفنس حتى لو صغيره، تمام. الويت التشبع بالاضاءه، او ان كده طبعا هتبقى سودة، لكن كده هتبقى في انتر اكتيفيتي بينها وبين الكالر. روفنس شويه. هنا الباك لايت، الباك لايت ساعات بنستخدمه عشان نعمل فيك للاس اس اس اللي هي السب سيرفس سكاترنج،
اللي هو عارفين الخامه بتاعت العاج او الشمع او الكلام ده كله، اللي هو الخامه اللي الضوء بينفذ من خلالها. الباك لايت بتعمل الحركه دي بس كانها بتنور الاوبجكت بس على حساب الويت. طبعا لو قلنا يوز فيرنال دي ما فيهاش الهواء مش باينه قوي. تمام، مش باينه قوي. ماشي، فينا عندي حاجه اسمها اكستندد كنترولز، فينا حاجه اسمها دايركت ديفيوز وان دايركت ديفيوز. الفرق الدايركت ديفيوز بتزود تشبع المجسم ده او الاوبجكت بتاعي بالضوء من المصدر المباشر. يعني لو انا قللت ده كده، بصوا اللي حصل، اغمقت. تمام، لو زودته كده، بصوا بدات المناطق المعرضه على طول للاضاءه فتحت. تمام، الاندايركت ديفيوز لو احنا جينا عملنا دي بواحد وجينا خليناها واحد ونص مثلا، وجينا بصينا للحتت اللي هي اندايركت، الحتت اللي زي دي اللي هي مش مواجهه للضوء، لو علينا ده بصوا اللي بيحصل، بقت الحتت اللي مش مواجهه للضوء فاتحه. بالمناسبه ده شيء كويس، كويس قوي كمان. تمام، طبعا مش عايزين نزود دي قوي كده لان كده هتبقى رايحه ورا الشمس، لان خلي بالكوا دي مش من الاضاءه، دي من الماتيريال. تمام، خلينا على كده وخلي فيه شويه روفنس بحيث تبقى في المعقول. لو جينا نبص بعد الديفيوز، لو جينا نبص للسبيكولر والريفليكشن، على فكره نفس الحركه اللي كانت في نفس في الماتيريالز الستاندرد بتاعه ار 16، اشتغل على السبيكولر وما تشتغلش على الريفليكشن. هنا ليه؟ عشان السبيكولر هو اللي عندي فيه روفنس، السبيكولر هو اللي عندي فيه روفنس، مع الفي راي عكس دي، فاشتغل على الريفليكشن ومش تشتغل على السبيكولر. تمام، المهم هنقفل الريفليكشن ونشوف السبيكولر. طبعا السبيكولر كلر بالمنظر ده. إيه لو رفعت الويت اوتوماتيك، اديك شايف اللي حصل. طبعا ده جاي نتيجه ل السكاي دوم. تمام، مش زي ما قلت احنا مش هيهمنا دلوقتي ظبط الإضاءة، بس بحاجة بسيطة لو أنا رحت كده ورحت واخد دي، تمام الدنيا هتظبط. طبعا موضوع الريفليكشن ده موال وموال، ولو قفلت ده خالص هنلاقيها بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. جميل، خلينا على كده ونروح بعد كده للروفنس. لو رفعنا الروفنس بيبقى بالمنظر ده، لو قللناه هيبقى شايني قوي بالشكل ده كده. تمام، لو رحنا للديفيوز وخدنا الباكلايت لورا وخدنا في الاكستندد كنترول، خدنا ده بواحد زي ما احنا شايفين. زي ما قلت لما نرفع بهبل هنعرف فعلا الحاجه شكلها عامل ازاي. في الروفنس كده زي ما احنا شايفين بدات تظبط. في الكلر بتاع السبيكولر، تمام، ممكن احط مش كلر ابيض، ممكن احط كلر من نفسي يعني قريب من الماتيريال نفسها. الويت اللي هو درجه الريفليكشن لو قلت هتبقى بالمنظر ده كده. الروفنس لو زادت هيزيد السبيكولاريتي، السبيكولار يعني. المايكرو فيس ديستريبيوشن، بيكمان وجي جي اكس، الاثنين دول هم نفس اللي هم موجودين في ار 16. تمام، في البيكمان لو انا اخترت ده، ايه الفرق بين ده وده؟ الفرق بين ده وده على فكره مش هنا، يعني لو انا عملت ده كده انا مش شايف هنا فرق، لو انا عملت كده برضه انا مش شايف فرق. طب الفرق فين؟ الفرق هنا في ليه في الـ في الـ في الجلوسنس دي. البيكمان بيبص على دي، جلوسنس لا، قصدي الجي جي اكس لا. تمام، خلي بالنا من الحتت دي بس هتجينا بعدين في الريندر سيتنجز. تمام،
لو رحنا لواحد يقول لي طب ما كده الريفليكشن هيطير لون العربية، خلاص تعالى كده، ولو احنا عملنا كده فعلا كلامك هيبقى صح، لكن لو عملنا كده لا، ولو عملنا الرفنس ده بالمنظر ده كده يبقى انا ضمنت ان انا هحافظ على اللون بتاعي والريفليكشن ده مش هيضيعه. في اكتر من كده؟ اه ده في اكتر من كده بكتير. ده انا في هنا لو رحنا للمين في عندي حاجه اسمها الديفيوز ويت بتحكم فيه بصوره، او الروفنس بتحكم فيه بصوره، كل الكلام ده. عشان كده قلت لكم الميزه هنا انك انت هتلاقي نفسك شغال نفس شغل سينما بس لفه شويه، تمام. روفنس خلاص خلصناها، ده في كده السبيكولر، الاكستند كنترولز، ديفيوز، نفتح ريفليكشن. في السبيكولر ممكن نشتغل على الفيرنل، وده جامد بصراحه عشان نشتغل فيزيكالي اكيوريت، تمام. نرفع الفرنل شويه. عايز ترجع لماتريالات ار 16 تشوف انواع الفرنل، روح مفيش اي مشكله خالص، تمام. ممكن نقلل الرفنس حبتين، نرفع الويت حبه. طبعا لو غيرنا الماتريال دي هناخد ريفليكشن تاني. لو احنا رحنا هنا تمام، وخدنا مثلا حاجه زي دي، اوبا دي مش معاها للاسف، مش عارف دي هتدي اضاءه عامله ازاي، راحت ورا الشمس. دي كويسة إلى حد ما. تمام بالشكل ده كده. طبعا في هنا اكستندد كنترولز نفس الموضوع. الفرنيل زي ما قلنا لو قللته هيبقى كده، لو عملته هيبقى كده. هنا بالمناسبة الفرنيل ده ممكن يعلى اكتر من يعني، ممكن مثلا هو هنا مثلا اخره اعتقد واحد كده بقت تفضى، ممكن تبقى كمان اتنين، مفيش اتنين اخرها واحد. طب انا لو هعلي ده لازم ينزل. انا واحد من الناس بحب اشتغل على الاي او ار اكتر ما بحب اشتغل على الويت، تمام، زي ما احنا شايفين. عندي بعد كده السب سيرفس سكاترنج هنا في الارنولد، ظريف ولطيف خالص، تمام. لو احنا رحنا هنا للكلر زي ده وقلنا رايحين قايلين له يعمل يعني الضوء بيخش بلون بيطلع بلون تاني، او بيخش بيتلون جوه الاوبجكت نفسه، لو جينا رفعنا الويت بتاعها حاجه بس يعني مفيش، ده حاجه كده شوف العربيه تحس ان هي، خلي دي كمان 5%، تحس ان عليها اوفرلاي احمر بالشكل اللي احنا شايفينه ده، تمام. لو خليناها كده سنه بقت بالمنظر ده كده. طبعا الراديوس براحتك، ده المسافه اللي بيمشيها الضوء على فكره. لو خليناها 50 طبعا قيمه جنونيه جدا، 50 50 كده اكس واي زد في 50، ماشي 50 سنتي جوه الاوبجكت بالشكل اللي احنا شايفينه ده. السب سيرفس سكاترنج. الاميجن، الاميجن دي لو عليت العربيه دي هتنور. طبعا الاميجن دي اللي هي زي اللومينانس في سينما 4 دي، لو عملناها كده العربيه دي كده نورت زي ما احنا شايفين. ما عنديش حاجه تاني اتكلم عليها هنا في الشيدرز. في المحاضرة اللي جاية هنتكلم على ازاي نتحكم في الحاجات زي دي بتكتشرز ونودز تانية من النيتورك اديتور.